الكل يعلم انه ما يجري في الجنوب هو ليس عجز حكومه او ليس ضعف في الحكومه، ولكن اعتقد انه شيء من الضغط السياسي الذي يجري. الرئيس الزبيدي سيلتقي ايضا بكثير من المنظمات الدوليه والهيئات الامميه التي ممكن ان يشرح لها الوضع الانساني والوضع المعيشي الموجود في الجنوب، وكذلك ايضا على الطرف الامريكي الذي سيلتقي به والاطراف الامريكيه التي سيلتقي بها. يتحدث الوفد المرافق للرئيس الزبيدي انهم سيصرون على فصل ملف الخدمات الذي يجري استخدامه في الجنوب كأداة سياسية عن الملف السياسي او ملف المفاوضات. فلذلك اعتقد انه هذه الخطوة يعني ممكن ان تقدم شيء عندما تلتزم الإدارة الأمريكية او تلتزم الدوائر الأمريكية ان تتجه بهذا الاتجاه، ويعني بالضغط على الحكومة اليمنية او بالضغط حتى على القوى الإقليمية التي يعني ترعى عمل الحكومة او عمل مجلس القيادة الرئاسي.